احتضنت مكتبة المطالعة العمومية شيخ أحمد قباطي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني من تنظيم المنتدى الجزائري لإطارات وترقية شباب مكتب ولاية سيدي بلعباس بحضور الدكتور دليمي محمد الطاهر رئيس الهيئة الجزائرية لدعم الشعب الفلسطيني وأساتذة من جامعة سيدي بلعباس بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني. طبعا اليوم رانا في بلعباس فيما يتعلق باسم الهيئة الشعبية الجزائرية لدعم فلسطين في هذه الندوة التي ينظمها المنتدى الوطني للإطارات والكفاءات. الهدف من هذه اللقاءات يعني على مستوى الوطن والتي ينظمها المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المدني، الهدف هو الحفاظ على منسوب الوعي لدى يعني الشعب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وثانياً فيما يتعلق بالزخم التأييد والدعم، لأن القضية الفلسطينية تتطلب دعم معنوي وسياسي ومادي إلى غير ذلك. اليوم المبارك نحن بصدد تقديم محاضرة دعما للقضية الفلسطينية وتندرج ضمن المساعي العامة الواسعة للدولة الجزائرية في دعم أو في دعمها للقضية الفلسطينية. المحاضرة عبارة عن حوصلة لأهم المحطات الكبرى لهذه القضية وصولا إلى الحدث البارز الذي نعيشه اليوم واللي هو الاجتياح والمجازر الكبرى التي ترتكب ضد شعبنا الأبي في الأراضي الفلسطينية.